سنت يو اس ام ال ستيب 1 فروم اي تو زد. معاكم ابراهيم صلاح، مؤسس ومحاضر في يو اس ام ال جيت بريبريشن سيستم، سيريال اكسبيرينس ان يو اس ام ال تيتشينج باس ستيب 1 ويز سكور 261. تعالوا ناخد نبذه عن السلسله اللي احنا هنبتدي فيها النهارده ان شاء الله. ان شاء الله السلسله دي هنتكلم فيها عن اليو اس ام ال ستيب 1 من اول يوم في الرحله لحد الامتحان. السلسله دي هتبقى عباره عن مجموعه من الفيديوز، كل فيديو هيتكلم عن جزء منفصل في السلسله بتاعتنا دي. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم بشكل عام عن اليو اس ام ال ستيب 1، السبجكتس الموجوده فيها سورسز، وهمشي في المذاكره ازاي. الفيديو الثاني هنتكلم فيه عن كتاب الفيرست ايد، الفيديو الثالث هنتكلم فيه عن اليو اس ام ال وورلد كيو ماك، اخر فيديو هنتكلم فيه عن الان بي ام اي والامتحان. طيب يو اس ام ال ستيب 1، عايزين بس ناخد نبذه مختصره كده عن اليو اس ام ال ستيب 1. اليو اس ام ال ستيب 1 اكزام ده بيهتم بالبيزك ساينس، يعني بكل بساطه باول 3 سنين او بالمواد اللي درسناها في اول 3 سنين في الكليه. نوصل بس كده لاخر الرحله بتاعتنا هنعرف ان الامتحان عباره عن مجموعه من الكيسز، يعني بيعمل انتجريشن للبيزك نوليدج اللي احنا بندرسه سواء في الكليه سواء هنا في اليو اس ام ال عشان يجيب لك البيزك نوليدج ده في شكل كيس سيناريو. وبالتالي انت محتاج تفهم كل الكونسبت في البيزك نوليدج مش بس تحفظه، فبالتالي انت كل الكونسبتس اللي هندرسها في البيزك نوليدج انت محتاج تفهم كل حاجه عنها عشان تعرف تعمل انتجريشن للمعلومات ديت وتحل الكيس اللي هي هتبقى موجوده في الامتحان. يبقى اذا اليو اس ام ال ستيب 1 بتهتم بالبيزك نوليدج، تمام؟ يبقى دي اول نقطه. فبالتالي انا محتاج اطلع على مجموعه من السورسز عشان الم البيزك نوليدج ده، تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده المواد اللي بتشمل عليها اليو اس ام ال ستيب 1. اول حاجه عندي فيسيولوجي، بعد كده عندي باثولوجي، بعد كده عندي فارماكولوجي، بايوكيمستري، بعد كده عندي اناتومي، مايكرو اميونيتي، عندي بعد كده ماده اسمها بيهيفيرال ساينس. يبقى اذا دي بالنسبه للمواد اللي تشمل عليها ستيب 1، فبالتالي دي المواد اللي انا درستها في الكليه في اول 3 سنين، فيسيولوجي، باثولوجي، فارما، بايو اناتومي، مايكرو اند ميون، بعد كده عندي بيهيفيرال ساينس. طيب بما ان زي ما قلت لك الامتحان هيبقى عباره عن مجموعه من الكيسز، فانا هبقى محتاج افهم الكونسبتس اللي في البيزك نولج دي. طيب انا هتكلم دلوقتي عن مجموعه من السورسز، انا عايز بس اوضح شويه كونسبت كده في الاول، ان الكلام اللي انا هقوله ده مش قاعده رئيسيه انت تمشي عليها، يعني البيزك نوليدج انا ممكن احصل عليه من اي سورس، ولكن الكلام اللي انا هتكلم فيه النهارده دي سورسز قريبه للامتحان وفي نفس الوقت مجمعه البيزك نوليدج. طبعا دي ذاتس ماي اكسبيرينس، ده اللي انا عملته اثناء البريبريشن بتاعتي، وفي نفس الوقت ده اللي انا بعمله اصلا في الشرح مع الطلبه. فاذا البيزك نوليدج انت ممكن تاخده من اي مكان، ولكن عشان ابقى حاطط خطه زمنيه ادخل فيها الامتحان فانا محتاج اذاكر من سورسز محدده. يعني بكل بساطه ممكن اخد موضوع من المواضيع المذكوره عندي مثلا في الفيسيولوجي الاقي في كتاب كامل، فبالتالي انا هذاكر من كتب بريف ساينس كده، يعني جايبه الساينس بشكل الامتحان وكمان مش ناقص عنها حاجه. طبعا السورس اللي هنتكلم عنها النهارده هاي ريتد بوكس. انا برضو بعيد واقرر انت مش شرط ان انت تذاكر من الكتب ديت بالذات، تمام؟ انت ممكن تذاكر من اي كتب تانية مش بس الكتب دي، ولكن الكتب دي هاي ريتد بوك. طيب لو جينا نتكلم في الفيسيولوجي ففي كتاب اسمه بي ار اس، بعد كده عندي الباثولوجي في كتاب جميل جدا اسمه بصومه. طبعا دي الكتب الرئيسيه اللي انا بقول لك امشي عليها، بعد كده من اول الفارما لحد البيهيفيرال ساينس از اب تو يو. في كتب كتير جدا انت ممكن تحصل منها على البيزك ساينس، والفكره يا جماعه ان البيزك ساينس ده حاجه متجمعه في كل كتاب، فهو الساينس واحد في كل الكتب، ولكن بس الفكره ان احنا بنجيب كتب تكون محدده هتلم عليك الدنيا عشان تقدر تخلصها بسرعه. مثلا الفارما ممكن ابص في كابلن وهكذا بقيه المواد. لكن مثلا هنيجي لحاجه زي الاناتومي، طبعا الاناتومي ده مجهود شخصي، يعني مفيش سورس على الاطلاق، مفيش حد يقدر يقول لك ان في سورس على الاطلاق في الامتحان. يعني ايه؟ ده مجهود شخصي، انت بتعمل السورس بنفسك. يعني انا مش هلاقي كتاب كابلن كافي الامتحان، انا مش هلاقي مثلا كتب بيقسم لي جيت كافي الامتحان، مش هلاقي. فاذا ده مجهود شخصي انت محتاج
تجمع على قد ما تقدر معلومات عشان تظبط السورس بتاعك. فبالتالي انا ممكن ابص في كتاب اسمه هايلد، تمام؟ يبقى اذا دي بالنسبه للسورسز اللي احنا اتكلمنا عنها. طبعا انا عايز بس اقول كلمتين عن اليو اس ام ال ستيب 1. اليو اس ام ال ستيب 1 تعتبر اهم جزء في الرحله بتاعت اليو اس ام ال على الاطلاق. فبالتالي انا محتاج اكون فاهم كل البيزك نولج اللي موجود فيها عشان على هذا الاساس هبدا ابني بعد كده، تمام؟ يبقى اذا ده بالنسبه للسورسز. يبقى انا عندي في الفيسيولوجي كتاب بي او اس، في الباثولوجي كتاب بصومه، في الفارما بايو اناتومي مايكرو اند بيهيفيرال ساينس كتاب طبعا جبل. طبعا في حد هيسبق دلوقتي يقول طب فين مكان فيرست ايد؟ هنتكلم عنه تفصيلا دلوقتي. طيب انا في الفيديو بتاع الفيرست ايد هشرح تفصيليا عن الكتاب، وهنفهم ان الكونسبتس اللي موجوده في الفيرست ايد الى حد ما مختصره شويه، او مش مختصره، او ريليتد للامتحان بشكل كبير. يعني هو في كتاب الفيرست ايد اهتم ان هو يجيب الكي ووردز اللي انت اللي هتقابلك في الكيس اكتر من انه يشرح الموضوع. فبالتالي انت بتبريبير يور سيلف، انت بتجهز نفسك عشان تبدا تقرا في الفيرست ايد، عشان لما تيجي تفتح الفيرست ايد وتذاكره ما يبقاش فيه كونسبت ما انتش فاهمه. يبقى اذا انت هتستمد الساينس بتاعك من هنا، هتفهم المواضيع من هنا. طيب طبعا الناس بتتخض لما تيجي تشوف سورس جديد كده، انت عايز نحفظ السورس ده. يا جماعه احنا مش بنعامل الكتب دي معامله مذكرات الكليه، سوري. يعني انا مش هاخد السورس ده واحفظه. انا في البدايه قلت لك ان انت هتمتحن بشكل كيس سيناريو وعليها مالتيبل تشويس، فبالتالي انت محتاج تفهم كل الكونسبت دي. فانا مش بميل ان انا احفظ السورس ده على قد ما افهمه، افهم كل الكونسبت اللي فيه، بحيث ان هو لو جاب لي كيس والله في الباثولوجي بعد ما ذاكرت السورس ابدا اقدر احلها. ده مالتيبل تشويس، ابدا اجمع الكي ووردز الموجوده عندي وابدا اقدر احل الكيس دي. فبالتالي السورس ده مش متحفظ. طيب انا همشي ازاي؟ يعني انا همشي ازاي في المذاكره النهارده؟ اول يوم في المذاكره انا جبت سي فيسيولوجي، طبعا انا عامل ترتيب المواد دول بالشكل ده، طبعا مش هتفضل كده، ولكن دي الطريقه اللي انت هتمشي بيها. طبعا انا برضو بكرر ذات ماي اكسبيرينس، وده طبعا الطريقه اللي انا ماشي بيها واحنا ماشيين بيها في اليو اس ام ال بريبريشن سيستم. طبعا دي طريقه كويسه جدا للمذاكره. انا طبعا هبدا بالفيسيولوجي. طبعا في برضو طريقتين ان انا امشي بيهم، في ناس بتحب تمشي سيستمز وفي ناس بتحب تمشي سبجكتس. انا مع الطريقه الثانيه ان انا امشي. ليه؟ لان في بدايه مشوار اليو اس ام ال انا بحتاج حاجه تنفعني كمان، فبالتالي انا كل ما انجزت كميات في وقت قليل طبعا ده كل ما ده اداني دافع. طبعا انا ماشي في الطريق ده برغبتي انا، يعني مفيش حاجه محدده. فبالتالي انا هدفع نفسي في الطريق بتاعي ده. فبالتالي انا كل ما خلصت سبجكت اكتر، فبالتالي كل ما الموضوع هيمشي معايا اكتر. طيب يبقى اذا الطريقه الاولانيه انا امشي سيستم، وطريقه ثانيه امشي سبجكت. طب انا همشي سيستم ازاي؟ والله لو انا هبدا بالكارديو، فبالتالي هبدا اجيب الفسيولوجي بتاع الكارديو، الباثولوجي بتاع الكارديو، فارما، الاناتومي، البيولوجي، وهكذا. طيب انا كمان شويه هعرف ان كتاب الفيرست ايد ماشي بالطريقه دي، والطريقه اللي انا هذاكر بيها الفيرست ايد هتبقى كده، ولكن انا هنا بجمع المواد. يعني المطلوب مني في مرحله البريبريشن دي ان انا افهم كل الكونسبتس وانجز على قد ما اقدر عشان اوصل لمرحله الفيرست ايد اللي هي الاهم على الاطلاق. انا برضو مش عايز يبقى في ميس كونفيوجن ان انا هاخد السورس دي وارميها، لان دي طبعا غلطه ناس كتير بتقع فيها، اللي هو خلاص حضرتك قرات السورسز او ذاكرت السورسز ابدا ارميها وادخل على الفيرست ايد. انا هتكلم عن النقط دي تفصيليا. طيب تعالوا نشوف كده هبدا ازاي. والله انا سي مثلا بدات في السيولوجي، خلاص هبدا سواء كنت باخد كورس مثلا او سواء كنت بسمع فيديو اي كان الطريقه اللي هاخد بيها الساينس. فبالتالي هبدا ابص في الكتاب واسمع الشرح بتاعه. طبعا ايا كانت الطريقه اللي كل شخص بيقدر يعني يدرس بيها او يذاكر بيها. والله انا شفت الكتاب معايا وبدات اسمع الشرح بتاعه. خلصت الفسيولوجي دخلت على الباثولوجي. طبعا الفسيولوجي اما ذاكره قبل الباثولوجي كل الكونسبت اللي فيه بقى في الباثولوجي بتبقى سهله. يعني لو انا بذاكر مثلا شابتر اندوكراين في الفسيولوجي، والله ما هو هايبر فانكشن هيعمل لي باثولوجي، والله هايبر فانكشن في الاندوكراين هيعمل يعني افراز كتير للهرمونات هيعمل باثولوجي، افراز قليل للهرمونات هيعمل باثولوجي. طيب بعد ما خلصت الباثولوجي لو انا فهمت فيسيولوجي وفهمت باثولوجي هيبقى سهل جدا ان انا افهم الفارما. فبالتالي الثلاث مواد دول لازم تذاكرهم ورا بعض. ليه؟ هيوفر عليك مجهود كتير جدا جدا جدا، وكل ماده فيهم بتخدم على الماده الثانيه، تمام؟ يبقى اذا انا عندي
الطريقه الاولانيه ان انا اخلص الكتاب بشكل كامل وبعد كده ادخل على الكتاب اللي بعده وبعد كده ادخل على الكتاب اللي بعده، او ان انا اخد سيستم من هنا زي مثلا الكارديو خدت الفيسيولوجي بتاعه وبعد كده قمت رايح واخد سيستم من هنا الباثولوجي خدت الباثولوجي بتاعه وبعد كده قمت رايح الفارما خدت الكارديو فارما، تمام؟ يعني دي طريقه او ترى انا خلاص كده. طيب انا برجح عن طريقه فيهم، والله لو انت بتقدر تعمل كنترول للتايب بتاعك مش سيستم مفيش اي مشكله خالص، يعني خد مثلا سيستم معين زي مثلا الاندوكراين وخلصه في الثلاث مواد، والله لو مش هتقدر تعمل كنترول والدنيا هتوسع منك خد كل ماده لوحدها وخلص على حاجه، يعني مش هيبقى في وقت بعيد جدا، يعني احنا كمان شويه نقعد نحط خطه مثلا للفيسيولوجي ان هو مثلا ممكن يخلص في اسابيع، فده ما فاتش وقت كبير جدا ان انت تنسى الساينس بتاعك عشان لما توصل للباثولوجي. يبقى اذا ده بالنسبه لاول ثلاث مواد عندي. طيب انا برضو عايز ادي كام هنت كده ان مفيش حاجه في اليو اس ام اللي انا هقراها مره واحده، لان بكل بساطه مفيش ماده في الكليه حضرتك بتذاكرها مره واحده تدخل الامتحان، او بكل بساطه والله لو انت بصيت السورس ده هو مره واحده خلاص البيزك نولج اللي موجود فيه تتغير ما سابتش، يبقى ملوش لازمه من البدايه ان انا ابص فيه. يعني انت لما بتيجي تقرا اكسبيرينس بتاعت اي حد، طبعا دي مشكله بنعاني منها جدا جدا مع الطلبه، يعني يقرا اكسبيرينس يلاقي في الاكسبيرينس كده سي مثلا انا قرات بي ار اس، ماشي هو قصده ان هو قرا بي ار اس ان هو يعني لم تكن الكورس اللي فيه، فما تاخدش المعنى الحرفي الكلمه وتروح انت كمان تقرا بي ار اس، تمام؟ طب انا همشي ازاي؟ والله انا سمعت الشرح بتاع الكتاب، يبقى اذا ذاتس ذا فيرست تايم بالنسبه لي، وبعد كده اخر اليوم قمت رايح قارئ الشابتر اللي انا سمعت الشرح بتاعه سي ريسبيراتوري، سمعت الشرح يبقى اذا ديت ماي فيرست تايم، بعد كده قرات الشابتر ماي سكند تايم، وبعد كده الماده على بعضها قمت قراتها يبقى اذا ذاتس ماي ثيرد تايم، يبقى اذا كل ماده هقراها 3 تايم، مره مع الشرح، الثانيه قراءه الشابتر لوحده، الثالثه قراءه الماده على بعضها، فبالتالي انا كل مره بزيد، يعني المره الاولى مع الشرح انا طلعت 40% من المحتوى، المره الثانيه اللي قرات فيها الشابتر مع نفسي انا وصلت ل 60%، المره الثالثه انا وصلت ل 80% من المحتوى، وده اللي انا عايزك توصله من الكتاب ده. طيب وهكذا لحد ما اخلص كل المواد. طيب انا عندي كتاب بصمه، ده كتاب جميل جدا، يعني جايب الساينس بشكل بريف كده، بشكل مش هنقول برضه مش مختصر ولا حاجه، يعني هو شامل على كل الساينس اللي انت محتاجه لليو اس ام ال ستيب 1، في بعض الصور طبعا، في بعض شرائح الهيستولوجي او الهيستوباثولوجي طبعا اللي الناس بتكرهها، يعني الموضوع مش معقد في اليو اس ام ال شويه زي ما هو معقد في الكليه، انت مش مطلوب منك في الامتحان انت ترسم شريحه هيستولوجي او شريحه باثولوجي، فبالتالي انت مطلوب منك بس تفهم الكونسبت بتاع كل شريحه هتقدر تعمله دايجنوز في الامتحان. طيب يبقى اذا ده وانا بذاكر، برضه فينا بعض المعادلات يعني انا عايزك تفهم المعادله اكتر من انت تحفظها، يعني هو مش هيجيب لك في الامتحان كيس سيناريو مثلا فيها معادله معينه ويقول لك عوض فيها، بس هو ممكن يسالك على المعادله يعني يختبر فهمك للمعادله دي، يدخلك المعادله في كيس سيناريو، طبعا احنا مش هنخوض في الموضوع ده تفصيليا ونتكلم عنه بعدين. تمام؟ يبقى اذا ده بالنسبه للفيسيولوجي، الباثولوجي قلنا خلاص بصمه، الفارما يعني كتاب ده كويس جدا وهتقدر تتابع منه، بس يعني انا شايف ان كتاب الفيرست ايد كمان كافي، يعني حضرتك ممكن كمان شويه تستغنى عن الكتاب ده خالص، عن كابلان، يعني ده من الحاجات الموجوده في الفيرست ايد تعتبر كافيه، بس هيبقى فيه شويه حاجات ناقصه ازودها بعد كده من كابلان، هيكلم برضه في الموضوع ده بعد كده. يبقى اذا ده بالنسبه لاول ثلاث مواد او ترتيب اول ثلاث مواد اللي همشي فيهم. طيب انا بس عايز ادي نبذه مختصره عن كل واحده فيهم، الباثولوجي اهم ماده على الاطلاق في يو اس ام ال ستيب 1، ده اهم ماده واكتر ماده عليها درجات في الامتحان، يعني انت لما تدخل الامتحان كده ان شاء الله هتحس ان انت عامل امتحان باثولوجي وفي بعض المواد حواليه، فاهمني؟ يعني بيمثل كميه كبيره جدا جدا في الامتحان، ومن الحاجات الكويسه انه قليل جدا من الطلبه اللي بتشتكي منه، يعني مش دي الماده او السبجكت الموجوده في يو اس ام ال ستيب 1 اللي الناس بتقع فيها، يعني مفيش حد كتير بيشتكي من الباثولوجي على قد ما هو بيمثل كميه كبيره من الامتحان، تمام؟ فطبعا احنا عايزين ندي للباثولوجي ولاء خاص، طبعا المادتين دول بيخدموا عليه سواء كان فارما سواء فيسيولوجي. طيب يبقى اذا ده بالنسبه لنص المشوار بتاعي. اجي بعد كده للبايوكيمستري عقده كليه الطب، طبعا اي طالب طب اي كائن طبي تتكلم قدامه في البايو يعني يتعقد، يعني دي الماده اللي بتتعقد، يعني دي ماده غلط اتحطت في طب المفروض ان هي كانت تدرس بس مش تدرس. طيب من الحاجات المفرحه ان البايو اللي موجوده عندي في يو اس ام ال ستيب 1 مش زي ما احنا درسناها في الكليه، يعني مش ههتم بالاستراكشر، مش ههتم بالتفاعلات والكلام ده، انا ههتم
يعني اكتر ما يكون بالباسول جنريتد ليه. والله ده هو مديني الجلايكوليسيس، والجلايكوليسيس ده باس واي في مجموعه من الانزيم، لو حصل ديفيشنسي الانزيم من الانزيمز دي هيعمل باثولوجي معين. انا هسالك على الباثولوجي، تمام؟ ده لو انا مثلا بتكلم في ميتابوليزم، والله الموليكولر وهكذا كله، يعني الجينيتكس مثلا في جينيتك ديزيز معين انا هسالك عليه. فبالتالي الموضوع مش معقد قوي، انا بسالك في حاجات ليها علاقه بكلينيكال ابلايد. يعني هو خلى البالك ميستر كلينيكال ابلايد قدر يخليك تبقى واقف في المستشفى وجالك حاله، الحاله دي فيها شويه بالك ميستر، قدرت تشخص الحاله دي من مذاكرتك للبالك ميستر، تمام؟ اذا انا مش ههتم بالحاجات اللي هي الاستراكشرز والكلام ده. طيب ده بالنسبه للبايوكيمستري. البايوكيمستري فيها جزئيه، يعني انا عندي جزئيتين ناس كتير بتشيك منهم في المعادله، الموليكولر بايولوجي وجزء صغير كده في الجينيتكس وجزء صغير في الاستاتستكس والابديمولوجي وطبعا برضو جزء صغير في النيو. فاذا انا عندي موليكولر بايولوجي دي من الحاجات اللي هنقول رخمه ورخمه ليه؟ استاتستكس وابديمولوجي وطبعا النيورو وكمان عندي جزء بسيط كده في الجينيتكس. طيب هو المشكله بس ان هو بيربط لك الموليكولر بيولوجي، يعني اخر كام شابتر في الموليكولر بيولوجي بالجينيتكس، فانت محتاج تكون فاهم كل الكونسبتس الموجوده في البايوكيمستري. لو انت فهمتها مش هتعاني من الموضوع في الامتحان، يعني لو انت فهمت الكونسبت بتاعه البايوكيمستري الموضوع مش هيبقى بالنسبه لك مشكله في الامتحان، يعني مش هتعاني من اي حاجه في البايو كيمستري في الامتحان. يبقى اذا ده بالنسبه للبايو كيمستري. طبعا انا هعملها معامله المواد اللي قبلها، هسمع الشرح ده اول حاجه، وبعد كده هقرا كل شابتر لوحده، وبعد كده هقرا الماده على بعضها. انا عايز اقول لك ان مفيش بايو كيمستري موجوده في فيرست اير، يعني الجزء الخاص بالبايو كيمستري الموجود في فيرست اير قليل جدا بكاد يكون منعدم، يعني جزء بريف جدا 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 ليه علاقه بس بالاسئله. فبالتالي انت هتضغط شويه على البايو كيمستري في كابلر عشان تظبط بيها الفيرست ايد بعد. ده بالنسبه لاول اربع مواد عندي في الرحله بتاعتي. تعالوا نتكلم بعد كده على الاناتومي. انا قلت معلومه عن الاناتومي ان ده مجهود شخصي. يعني ايه؟ يعني انا ما عنديش سورس على الاطلاق كافي او مجمع الاناتومي، ده مش معناه ان هو ماده صعبه، ولكن ده ماده محتاجه مجهود شخصي منك. يعني زي مثلا انت بتذاكر الابر ليمب من اي كتاب، اي كتاب ده مفيش اي مشكله خالص ان انا ابدا انزل صور للابر ليمب بحيث ان انا افهم المعلومات بشكل اوضح. برضه انا عايز ادي نبذه عن الماده هنا، زي ما اتكلمنا عن المواد اللي قبلها، هو في الاناتومي مش هيجي يسالك عن الاورجن والانسرشن، يعني مفيش الحاجات الايه الثقيله قوي اللي احنا كنا بندرسها برضه في الكليه، يعني الموضوع هنا اخف لحد ما من الكليه شويه. الموضوع هنا هيبقى كلينيكالي ابلاين، يعني هو بيعمل عمليه معينه، يسالك عن سيرجيكال اناتومي، بيعمل عمليه معينه، في مثلا نيرف معين اتقطع، ايه اللي هيحصل بناء على قطع النيرف ده؟ في مثلا تندون معين اتقطع، والله في ارتري معين، فبالتالي انا هبدا افهم الكونسبت دي، عشان افهم الكونسبت لازم اكون عامل لنفسي سورس محترم، يعني لازم اعمل لنفسي فولدر كده، الفولدر ده مجهودي الشخصي، كل حاجه بذاكرها بدات انزل لها مجموعه من الصور عشان افهم الموضوع بشكل اوضح. فبالتالي هيكون السورس الرئيسي بتاعي طبعا مثلا كابلن، وانا بسمع الشرح خلاص بدات ابص لو في ديفكت في حته هنا او في جزئيه هنا هبدا ابص عليها في الهايل، يعني مثلا النيورو اناتومي في كابلن لحد ما في ديفكتات شويه، فبالتالي ابدا ابص على النيورو اناتومي في الهايل، يعني ابدا اظبط السورس بتاعي. والله الامبريولوجي لا ده الامبريولوجي ممكن يكون كافي هنا، بس ما فيش اي مشكله خالص وانا بذاكر الامبريولوجي سواء كنت في كورس سواء كنت في اي مكان، يعني احنا بنعمل كده في السيستم عندنا. الامبريولوجي مش هتقدر تفهمه حتى لو انا شرحته لك تماما الا لو شفت مثلا فيديو انيميشن دي، لو شفت الاستريشن الخطوات مثلا الامبريولوجي. فبالتالي اعتمد يعني على نفسك شويه او اجتهد شويه في الاناتومي بحيث ان انت تفهم كل الكونسبتس الموجوده فيه. طيب يعني الى حد ما الطلبه اللي دخلوا الفترات الاخيره الى حد ما اما تيجي تسالهم على مستوى الاسئله في الامتحان فبداوا يذكروا ان الاناتومي بيجي فيه بعض الاسئله الصعبه، تمام؟ يعني ده على غير العاده ان ما كانش الاناتومي كده. فبالتالي انا بقول لك اجتهد فيه او ابذل مجهود فيه، ده بالنسبه للاناتومي. يبقى برضو انا هعمله معامله المواد اللي قبل كده، مره مع الشرح، مره كل شابتر لوحده، وبعد كده الماده بتاعتها. عايز بس اذكر حاجه لطيفه كده، انا في بدايه رحلتي مع اليو اس ام ستوب 1 انا بدات اذاكر، طبعا ما كانش في يعني داتا كافيه ان انت تعرف كل التفاصيل عن اليو اس ام ستوب 1، فبالتالي اخذت في الجزء الهيستولوجي الموجود في كابلن حوالي 3 شهور،
طبعا دي حاجه هامه جدا جدا، لان بكل بساطه انت ممكن يجي لك شرايح الهيستولوجي في الامتحان، او ممكن يجي لك اساس الهيستولوجي في الامتحان، او ممكن ما يجيلكش. فبالتالي ما تروحش تبدا بالهيستولوجي، الهيستولوجي مش هتجتهد فيه بالشكل العميق قوي، فاهمني؟ هتسيبه قدام شويه طول فتره البريبريشن بتاعتك، هتبدا تفهم ايه اللي مطلوب منك في الهيستولوجي، او ما تبدا تحل اسئله هتفهم ايه اللي مطلوب منك في الهيستولوجي. فبالتالي ارمي الهيستولوجي، وبعد كده ابدا المواد الثانيه دي، وما تخلص او ابدا البرانشز الاخرى في الاناتومي، ما تخلص البرانشز دي ابدا بص على الهيستولوجي. طيب يبقى ده بالنسبه للاناتومي. ندخل بعد كده في المايكرو اميونيتي، المايكروبيولوجي والاميونيتي. يعني المايكروبيولوجي من الاجزاء الجميله جدا 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 في الفيرست ايد. هو احنا بنحكم ازاي الجزء ده كويس في الفيرست ايد؟ احنا بنحكم على الستاتستكس اللي احنا بنعملها للطلبه عندنا في السيستم. كل طالب بيدخل الامتحان والله بيقول رايه كذا في المعلومات اللي جات له في الامتحان، او كميه الاسئله اللي جات له في الامتحان، وفي نفس الوقت برضو من خلال الناس بره. فمعظم كلام الناس دايما يقول لك ان الفيرست ايد الجزء المايكروبيولوجي اللي موجود فيه كافي الاسئله فيه في الامتحان. بس ما فيش اي مشكله ان انت تبدا تقرا برضو كاملا فيه، او تقرا ايا كان السورس اللي هتذاكره منه. وطبعا ايه اليمنت الامين طبعا مش موجوده في الفيرست ايد بشكل كافي، يعني مش معموله في شكل قصه. هو جايب لك ايتمز اميونوجلوبين ايتم لوحده، انتروجين ايتم لوحده، اميون سيلز ايتم واحده، يعني مش مربط لك الموضوع في شكل قصه. طبعا الاميونيتي مش هتقدر تفهمها الا لو فهمت الموضوع في شكل قصه، عشان تفهم كل الايتمز دي ايه علاقتها ببعضها. فبالتالي انا برضه هسمع الشرح فيه، وبعد كده اقرا الشابتر مره واحده، وبعد كده اقرا الماده على بعضها. يبقى ده بالنسبه للمايكرو بايولوجي والاميونيتي. ندخل بعد كده في البيهيفيرال ساينس، ولا دي ماده طبعا مش موجوده في اول 3 سنين في الكليه عند معظم الناس. طبعا دي عباره عن statistics، طبعا دي جزء موجود في الكوميونتي في سنه رابعه، طبعا بتكلم عن مستوى مصر. وعندي كمان سايكايتري، طبعا ده الكلينيكال ابلكيشن بتاع السايكولوجي. وطبعا كمان عندي اسكس. يبقى اذا دول الثلاث برانشز بتوع البيهيفيرال ساينس. طيب طبعا احنا برضو البيهيفيرال ساينس كتاب كامل كويس فيه، بالاضافه ان انت ممكن برضو تذاكر من كتاب هاي، تسمع الشرح وتذاكر من كتاب هاي. طبعا كتاب هاي برضو لحد ما من الكتب الهاي ريت في البيهيفيرال ساينس. طيب ده بالنسبه للسورسز اللي انا هذاكرها او هذاكر منها في كل المواد. طيب تعالوا نشوف الاستراتيجي اللي هنمشي بيها. اما نيجي نتكلم في فيديو فيرست ايد، هقول لك ان انا عندي تو ثيوري انا ممكن امشي بيهم في مذاكره الفيرست ايد. اول طريقه عندي ان انا اضيف الفيرست ايد لفتره البريبريشن دي، طبعا انا بسميها فتره البريبريشن، الفتره اللي انا هحط فيها البيز اللي انا هبني عليها بعد كده. يعني ممكن اضيف كتاب الفيرست ايد هنا، وممكن برضو اضيف اليو اس ام ال اي وورلد كيو بانك هنا، ولكن بشرط ان انا بقدر اعمل كنترول بشكل كلي للوقت بتاعي عشان الدنيا ما تطولش مني. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه وانا بذاكر الفيسيولوجي، ذاكرت مثلا شابتر كارديو والفيسيولوجي، ابص على الشابتر ده في الفيرست ايد، بحيث ان انا اصلا زي ما قلت لك في البدايه بذاكر السورس دي عشان اظبط كتاب الفيرست ايد. فبالتالي اما باجي افتح الفيرست ايد في الفتره الاولانيه او بعد السورس على طول، بقدر افهم ايه المعلومات اللي فيها ديفكت عندي في الفيرست ايد، وهضطر ابص عليها في السورس، وبرضه بقدر افهم اذاكر السورس ازاي، لان انا قلت لك الفيرست ايد مترتب بطريقه الامتحان. فبالتالي ما بيخليكش وانت بتذاكر السورس تايه. فمن الحاجات الكويسه جدا او طريقه كويسه جدا ان انت تجمع ما بين الفيرست ايد والسورسز في نفس الوقت. طبعا احنا ماشيين على النظام ده عندنا في السيستم، عشان انا قلت لك ان بكل بساطه انت بتذاكر السورس دي كلها عشان تظبط كتاب الفيرست ايد. ولو انت تقدر تعمل كنترول اكتر للوقت بتاعك، فممكن برضه تحل. يعني مثلا خلصت فيسيولوجي وانت بتذاكر الباثولوجي، تحل الفيسيولوجي اليورج. خلصت باثولوجي وانت بتذاكر الباثولوجي، تحل وانت بتذاكر فارما، تحل الباثولوجي اليورج، وهكذا. بس طبعا الطريقه دي هتاخد وقت منك كبير. فبالتالي انا بدات ابص على الفيرست ايد في الفتره دي. الفتره دي على بعضها من غير الفيرست ايد ممكن تاخد منك حوالي 3 شهور، تمام؟ يعني مثلا الفيسيولوجي ممكن ياخد منك حوالي مثلا 17 يوم، مثلا اسبوعين وشويه كده، ده الباثولوجي ده اسابيع، فاهم؟ وهكذا. يعني الفتره دي لما نيجي نحسبها على بعضها كده للاخر ممكن تاخد مني حوالي 3 شهور. اما بضيف لها الفيرست ايد ممكن تاخد مني حوالي مثلا 4 شهور ونص. طيب انا بعد ما عملت فتره البريبريشن دي المفروض اعمل ايه؟ يعني انا بعد ما خلصت البريبريشن بتاعي ده او حطيت البيز بتاعتي، المفروض اعمل ايه؟ المفروض ابدا الجا للجزء الثاني من اليو اس ام ال. احنا بنقسم اليو اس ام ال ستيب 1 او اليو اس ام ال ستيب 1 بنقسمها لجزئين.
جزء او خاص بالبيزك ساينس اللي المفروض تدرسه وتفهمه، والجزء الخاص بالتريننج. يعني انا قلت لك ان الامتحان بيجي على شكل كيس سيناريو، فبالتالي انت محتاج تدرب نفسك على الكيس سيناريو ده. فاذا هيبقى عندي الشق الاول ان انا اذاكر، والشق الثاني ان انا ابدا اطبق المذاكره بتاعتي عشان اعمل انتجريشن للساينس اللي عندي عشان اقدر احطه في شكل الكيس. طيب فبالتالي انا بعد ما خلصت الفتره ده اهي، بدات امسك كتاب الفيرست ايد بتاعي اذاكر سيستم باي سيستم. خد بالك انت كنت ماشي هنا لا اما سبجكت لا اما سيستم، لكن في الكتاب ده انت محتاج ماشي سيستم باي سيستم. يعني ايه؟ والله انا بذاكر الكارديو النهارده، فهتفتح الكتاب هتلاقيه متنظم سيستمز. يعني ايه الكارديو؟ جايب الاناتومي بتاعه، جايب في الاول الامبريولوجي بتاعه، بعد كده الاناتومي، بعد كده الفسيولوجي، بعد كده الباثولوجي، بعد كده الفارما. انت هتذاكر بالطريقه دي ليه؟ لان بكل بساطه الطريقه دي اللي انت هتسال بيها في الامتحان. هو ممكن يبقى يجيب لك كيس فارما ويسالك عنها باثولوجي، ممكن يبقى يجيب لك كيس باثولوجي عشان يسالك عن حاجه في الفسيولوجي فيها او حاجه في المايكروبيولوجي فيها. فبالتالي انت هتذاكر بالطريقه دي. يبقى اذا في الفتره دي هعمل ايه؟ هبدا اقسم يومي للمذاكره وللحل. انا ذاكرت النهارده كارديو اناتومي، احل الجزء الخاص بيه في اليو اس ام ال وورلد كيو بانك. طيب باختصار كده اليو اس ام ال وورلد كيو بانك ده عباره عن مجموعه من الاسئله اشبه ما يكون للامتحان. طبعا انا مش بقول اشبه ما يكون على اساس انت تفهم ان هو بياخد الامتحان منها كوبي وبيست، لا، هو بس شكل الكيسز اللي هتيجي في الامتحان. يعني هو مديك كيس سيناريو كده وعليها كام مودبل تشويسز، بتقرا الكيس سيناريو وتفهم ايه المعطيات اللي هو مديلك هنا والكيوردز اللي مديلك هنا وتبدا تحل. ماشي، حليت السؤال صح او حليت السؤال غلط هتبص على الاكسبلانيشن. يعني الاسئله دي محلوله موجود لها حل، تمام؟ فاذا هتبص على الاكسبلانيشن، حليت السؤال صح، حليته صح ليه، حليت السؤال غلط، حليته غلط ليه، وتبدا تبص هنا. والله وانت بتحل في معلومه جديده اتذكرت عندك، هتبدا تزودها فين؟ في الفيرست ايد. يبقى اذا انا بذاكر فيرست ايد وببدا احل معاه اليو اس ام ال وورلد. خد بالك اليو اس ام ال وورلد اما نيجي نتكلم عنه هنفهم ان هو بس مش سورس للحل، ده سورس للمذاكره. ليه؟ والله اصل في معلومات بعد ما ذاكرت الفيرست ايد وبعد ما ذاكرت السورسز لسه برضه ناقصه عندي، فبضطر ابدا ازودها من اليو اس ام ال وورلد. طبعا هنتكلم عن الموضوع ده تفصيليا. يعني حضرتك انت بتحل السؤال وتبص على الاكسبلانيشن، في معلومه جديده عندك بتبدا تزودها في اليو اس ام ال في الفيرست ايد، وهكذا لحد ما تخلص الكتاب بتاعك بشكل كامل. الموضوع ده هياخد منك من حوالي من شهرين لشهرين ونص، تمام؟ اللي هو انا بذاكر الفيرست ايد وبحل اليو اس ام ال. وانا طبعا بذاكر ممكن في مواضيع عندي هنا في فيرست ايد مش قادر افهمها او غابت عني دماغي شويه، فمفيش اي مشكله خالص ان انا ارجع للسورس فيه. يعني ما ترميش السورس، خد السورس معاك. في موضوع ما فهمتوش هنا ارجع للسورس فيه فهمه تاني وبعدين ذاكره تاني من فيرست ايد، وهكذا لحد ما تخلص النيو استمري وورلد. طيب انا برضه هقول معلومه كده على السريع وهتكلم عنها تفصيليا بعدين. بعد ما تخلص الفتره دي ممكن تاخد ان بي ام اي. ده طبعا ايه؟ المؤسسه اللي بتعمل الامتحان بتاع النيو استمري، دي المؤسسه اللي انت هتمتحن امتحان تجريبي من هي بنفسها. في حاجه اسمها امتحانات تجريبيه بتبقى اقرب ما يكون للامتحان. امتحانات تجريبيه بتبقى اقرب ازاي؟ يعني انت لما بتمتحن الامتحان ده اهو بيديك سكور، السكور اللي هتجيبه فيه هيبقى قريب للامتحان. وكل ما كان الان بي ام اي احدث، طبعا بقول طلاسم وهتكلم عنها بعدين، كل ما كان الان بي ام اي احدث كل ما كان السكور بتاعه مور بريدكتيف. يعني اخر حاجه مثلا نزلت 18 17 16، السكور بتاع الان بي ام دول بيبقى بريدكتيف. يعني ايه؟ اللي انت هتجيبه فيه هيبقى زي الامتحان بالظبط. يعني جبت فيه 240 250 هيبقى 250 240 في الامتحان، فاهمني؟ فاذا انا باخد واحد من الحاجات القديمه زي مثلا 7. هو انا مش بعمل اسسمنت لنفسي على قد ما ببدا احط نفسي على طريق الامتحان. ف طبعا ده هيديني سكور، ايا كان السكور اللي انا هلاقيه في الان بي ام 7 ده هيبقى كويس. ايفن حتى لو انا لقيت نفسي ما جبتش درجه كويسه فيه، ما عدتش نجاح فيه، بس هيبدا يحطني على طريق الامتحان، هيبدا يسيستم لي الدنيا. طبعا ده عباره عن 4 بلوك، كل بلوك 50 سؤال، هنتكلم برضه تفصيلا عنهم ايه في اخر الفيديو. طيب ايا كان بقى السكور اللي هنا، ابدا اشوف النقط اللي عندي فيها مشكله، في ديفكت في ماده معينه في شابتر معين. طبعا هو هيديني ريبورت، الريبورت ده هيقول لي والله انت مستواك في الماده المعينه كذا، مستواك في الشابتر المعين كذا، هبدا اشتغل على نفسي. فبالتالي انا لو عندي ديفكت في ماده معينه او في شابتر معين في
لعبت لان بي مين انا زي ما قلت لك هو بيديك ريبورت كده بيقول لك مستواك ايه. هبدا اشتغل على الديفكت اللي عندي ده، سواء هبدا افهمه من سورس تاني او اذاكره من فيرس تاني. فبكل المقاييس ان بي مين هيفيدك في الوقت ده. طيب انا بعد ما خلصت الفتره دي، طيب ابدا اذاكر فيرس ايه تاني وبرضو احل معاك كابلا كيو بانك. ده طبعا نفس اليو وورلد ولكن يعني الى حد ما صعب شويه ومش ليله الامتحان، ولكن ده بيفتح لي مواضيع في الفهم لو جت في الامتحان هقدر احلها. يعني ده بيوسع دايره البيزك ساينس عندي او بيوسع الانتجريشن بتاع البيزك ساينس اللي انا خدته، بيديني كيسز جديده يعني لو هي جت شكلها في الامتحان هقدر احلها. تمام، يبقى هذاكر فيرست ايد برضه نفس الطريقه سيستمز وابدا احل الاسئله اللي بتديها في الكابلن كيوبان. ده هياخد مني من شهر حوالي شهر ونص. طبعا هيبقى في شويه تسجيلات تطلع بيهم من السورس ده احطهم في ورقه خارجيه كده اذاكرهم في الاخر. يبقى اذا ده بالنسبه للفتره اللي بعد الكابلن بعد اليو اس ام ال اي وورلد. ممكن اخد في الفتره دي برضه ان بي ام اي 11. انا يعني خلاص بدات بقى امشي على طريق الامتحان، فعايز اشوف مستواي وصل لفين. يبقى اذا خلاص فيرست ايد يو وورلد، فيرست ايد كابلن كيوبان، ان بي مي. خلي بالك انا برضو مش يعني مش بلزمك او مش بحط لك الخطه دي انت ضروري تمشي عليها، طبعا ده اكوردنج تو يور تايم. اذا لو انت ما عندكش وقت انت ممكن اصلا ما تاخدش كابلن كيوبان. انا زي ما قلت لك كل حاجه انت كل مجهود انت بتبذله في الرحله دي كل ما ده هينعكس على السكور بتاعك من الاخر. طيب بعد ما خلصت الفتره دي هبدا اخد ار اكس ار اكس كيو بانك زائد الفيرست ايد برضه، يعني كل حاجه من دول انا نزلت معاها فيرست ايد برضه. ده لو انت عندك وقت فاهمني. يعني ار اكس ده كيو بانك المؤسسه اللي بتعمل طب فيرست ايد هي اللي بتنزله. فاذا يعني انا برضه مش بحبز الكيو بانك ده قوي لانه مش موديل جديد، هو معظم الاسئله اللي موجوده فيه بتبقى بتاخدها بشكل مباشر اصلا من كتاب الفيرست ايد. ففي ناس بتعرف تذاكر اكتر المعلومه بالحل، فاذا ده هيبقى كويس جدا جدا معاهم، لكن مش هيضيف جديد اول اسبوع. فلو انت عندك وقت خد الكيو بانك ده. طيب وبرضه واخد بعده ال بي ام اي مثلا 15. تمام؟ طيب خلصت الكيو بانكس دول ارجع تاني للفيرست ايد زائد النيو وورلد، ولكن في الفتره دي ابدا احجزه اونلاين لان الاونلاين هقدر اخليه تايمد، فبالتالي هيديني وضع الامتحان. انا عندي البلوك طبعا في الامتحان بيبقى ليه وقت محدد، فبالتالي برضو انا محتاج اعود نفسي على الوقت المحدد ده عشان وانا في الامتحان الوقت ما يبقاش مشكله بالنسبه لي. وطبعا هنتكلم برضو عن الكلام ده تفصيلات في اخر فيديو. طيب اذا فيرست ايد برضو مع النيو وورلد بنفس الطريقه اللي بدات بيها، وعايز اقول لك ان انت الفتره دي بدات يعني ايه تذاكر بذكاء شويه او يعني تذاكر بحكمه شويه، يعني في حتت بدات تتظبط عندك، في حتت بدا فيها ديفكتس. فاذا كل مرحله من المراحل دول بتظهر لك نقط ضعف معينه تشتغل عليها. فاذا الفتره دي هتاخد منك حوالي شهرين او شهر ونص، كل 15 يوم او كل 20 يوم هاخد ان بي ام ايه. الفتره دي هاخد 16 17 18 تمام، على الاقل خالص اخر اثنين هاخدهم اونلاين. ليه؟ لان الال بي ام اي اونلاين بيبقى بريدكتيف شويه عن الاوفلاين، لان الاوفلاين انت اللي بتحسبه، لكن الاونلاين الويب سايت هو اللي بيحسبه. طبعا السكور بيبقى مفيش فيه بايس شويه تمام. وطبعا اخر ثلاثه ال بي ام اي دول يعني اكتر حاجه بريدكتيف، ما تحاولش تدخل الامتحان لو انت سكورك اقل من 250. دي طبعا نصيحه شخصيه تمام. يعني انت كده اصلا بتذاكر وهي كلها بتفرق ايام عشان توصل مثلا من سكور مثلا السكور مثلا بعد 10 درجات هتفرق معاك شهر شهرين. فطبعا اللي خلاك يعني تعمل الموضوع ده كله خلاك تصبر شويه. فبالتالي انا زي ما قلت لك ان السكور بتاعك في ان بي ان 11 ده هو اللي هيحدد لك امتى تحجز الامتحان. سي مثلا لو جبت فيه 230 235 هبدا احجز الامتحان بعد 3 4 شهور، وهنتكلم عن تفصيل حجز الامتحان بعدين. طيب يبقى اذا خلاص انا جبت السكور ده، خلاص انا مستعد للامتحان بتاعي. وبرضه هنتكلم عن الامتحان تفصيليا في الفيديو الاخير ده. كده الخطه العامه اللي انا همشي عنها في ستيب 1، وكل حاجه من المواضيع اللي اتكلمنا عنها هنتكلم عنها في فيديو منفصل في السيريز بتاعتنا. طيب انا بس عايز انوه على الموضوع ان انت مش محتاج، لو انت شخص البيزك ساينس عندك متظبط مش محتاج تلجا للبصري ده كله. انا بتكلم على البصري التقليدي اللي معظم الناس بتمشي في اللي انا يعني في فتره البريفيشن بتاعتي عملته، وطبعا في الشرح بعمله. فبالتالي انت لو انت البيزك ساينس عندك كويس انت ممكن تبدا من الفيرست ايد واليو وورلد.
يعني عشان بس هتسمع ناس تقول لك ده الفيرست ايد والنيو ورد ده كافي للامتحان وهكذا، تمام؟ فتفهم هم بيقولوا كده على اساس ايه. دي الخطه العامه كده اللي هنمشي عليها ان شاء الله او تقدر تمشي عليها في ستيب 1. يعني يا رب اكون قدرت اجمع كل المواضيع الخاصه بالخطه اللي هتمشي عليها. وطبعا لو في اي تفاصيل ناقصه من الموضوع ممكن تتواصلوا مع فريق USMLE Step1 بريبريشن سيستم. كان معاكم ابراهيم صلاح الدين.